مقبولة. حضرتك تتكلم في الكاميرات والتقنيات والكلام ده كله، هل اللقطات اللي احنا شفناها دي لحكم الفار اللي قاعد في غرفة الفار دي ظاهرة له ولا لا؟ ظاهرة له. حالات تحتمية كتير ظاهرة. ليه الحكم باللقطات اللي احنا بنشوفها دي ما بيستدعيش حكم الساحة؟ خلي بالك دي احنا عاملين نتكلم في سكة لا. في تعليمات اصلا رايحة لهم لحكم الفار، انت حضرتك ممكن ما تقولهاش لكن انا هقولها. في تعليمات راحة من وجيه احمد، خلينا نتكلم بكل صراحة، قبل المباريات وخاصة قبل مباراة النادي الاهلي، وان هي مبيتة من اول الدوري. هنقعد نقول اصل الكاميرات، اصل التقنيات، اصل اللجنه الثلاثيه، لا، في تعليمات موجهه من وجيه احمد رئيس لجنه الحكام، النادي الاهلي ما ياخدش الدوري السنه دي. هو دي القصه وده الموضوع. النهارده اول مباراه في وادي دجله نشوف خطا تحكيمي بالشكل ده، كل المباريات بالتدريج بالشكل ده، في حكم الفار ما يستدعيش حكم الساحه علشان يشوف اللعبه، في المقابل بنشوف انديه في الدوري الممتاز المباراه بتقف 5 دقايق و10 دقايق عشان يشوف لعبه احنا كمتفرجين بنحكم عليها من اول دقيقه. اصل هي الكلام ده بعمل كده اسامه، كلام الكابتن اسامه صح يا كابتن. ليه بوضوح، انت حضرتك ليك الحكام زمايلك ممكن تبقى محرج تقول الكلام ده، لكن احنا بنقوله ان احنا شايفينه وواضح بكل الظهور. اللقطات دي بتظهر لحكم الفار كابتن. ايه اللي ما يستدعيش النهارده ان انا استدعي النهارده ابراهيم نور الدين علشان تعالى شارك انت اللعبه وقول في اللعبه المفروض. دي يبقى دي تعليمات موجهه من وجه احمد، لان